بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الجزئية دي هيتكلم عن نوعين من الـ experimental design، اللي هما ما يربي الـ Blackett Behrman design، والنوع التاني اسمه central composite design، اللي هو عبارة عن surface response design، اللي هو لما يكون يعني في كيرفيتشر في الديزاين. لكن اول حاجه نبدا بالنوع الاول، اللي هو عباره عن فاكتوريال ديزاين، اسمه بلاكيت بيرمان ديزاين، نتيجه او نسبه لاثنين، يعني واحد اسمه بلاكيت والتاني اسمه بيرمان. الغرض من الديزاين ده اكشلي هو الاوبتمايزيشن، يعني ما زي الشغل اللي اشتغلناه في الفيديو الاول، اللي هو كان عندنا اكسبيرمنت نعمل اوبتمايزيشن الفاكتورز اللي بتأثر على الريزلت. هنا في النوع ده من الديزاين بيعملوا دايما في السكريننج بتاع الفاكتورز. لما تكون عندك تجربة يا دوب دار تعملها ودار تعمل سكرين لكل الفاكتورز اللي ممكن تكون عندها تأثير او قد يكون ما عندها تأثير، لكن دار تثبت الحاجة دي، بيشتغل بالديزاين ده. يعني ميزته انه يعني ما اكسبوننشال، ما زي الفاكتور ديزاين اللي هو 2 وسي النمبر اوف فاكتورز. اذا عندك مثلا 10 فاكتورز، 2 أس 10 بيساوي 1024، وده رقم خرافي من التجارب. يعني ما في زول كده في فترة وجيزة من الزمن ممكن يعمل 1024 اكسبيرمنت، فده 2 أس 10. فما بالك مثلا اذا كان عندك 20 فاكتور، 20 فاكتور معناه 2 أس 20، وده رقم انا ما اعرف بيساوي كم، رقم كبير جدا. يعني ممكن لو حسبناه هنا بالاكسل انه لا يساوي 2 مرفوع للقوة 20، اذا عندنا مثلا 20 فاكتور، 2 أس 20 يساوي رقم ده ما اعرفه كم، 10,000 ولا كم، 104,000. المهم 10,000 او كم، هو 1,048,576 اكسبيرمنت، وده رقم كبير جدا. يعني ما ممكن اعمل اصلا استحالة. يعني ف احيانا في بعض الاكسبيرمنت تكون دارت تعمل تسلا 20 فاكتور، فبيلجوا للديزاين ده. ففي السيناريو بتاع 20 فاكتور ده اكشوالي انت بتعمل 19 اكسبيرمنت. يجي في البلاكيت بيرمان ديزاين، هو قايم على المضاعفات بتاعت الرقم 4 في التجارب، يعني ايزر 8 او 12 او كده، يعني 20 28. فاذا عندك 10 فاكتور، عندك يعني سوري عندك ايش قلنا 20 فاكتور، بتشتغل 19 اكسبيرمنت، يعني بس بتنقص واحد من الرقم بتاعين الفاكتور بتاعك. ودي حاجة يعني هايلي ايكونوميكال، والثروت بتاعك يكون عالي جدا. بدون ما اخوض في تفاصيل الثيوري بتاعتها كتير، مرات بيكون عندنا فاكتورز ما كتير. يعني مثلا في السيناريو بتاعنا السي عندنا في المزرعة دي عندنا 5 فاكتور، 1 2 3 4 5. فعشان اشتغلهم بالبلاكيت بيرمان ديزاين بقوم بدخل حاجه بيسموها دامي فاكتورز. هي فاكتورز هي ما عندها معنى وما عندها تاثير على الريزلت، لكن بخدها بس عشان اكمل بيها النمبر اوف فاكتورز. يعني مثلا اسي قال ما بين 3 ل 4 فاكتورز بتحتاج انك تعمل يعني ديزاين ل 7 فاكتورز. يبقى لو عندك 3 هتدخل عليهم 4 عشان يتم لك 7، هتعمل كم اكسبيرمنت؟ 8. بالنسبة للفاكتور من 5 ل 8 بيحتاج انك تعمل ديزاين بتاع 11 فاكتور، يبقى النمبر اوف اكسبيرمنت هو كم؟ 12. 12 ناقص 1 يساوي 11. فيبقى انت بتعمل يعني ديزاين اكسبيرمنت اكوردنج على الفاكتورز بتاعتك. ولو عدد الفاكتورز بتاعتك اقل من المطلوب بتتم بشنو؟ بدامي فاكتور. بس حاليا عندنا هنا اكسبيرمنت فيها 5 فاكتورز والماكسيمم هو 11، يبقى المفروض كم؟ 6. يبقى هندخل 6 دامي فاكتورز نسميها من دي واحد لشنو؟ لدي 6. يبقى دي الكونديشنز بتاعت الاكسبيرمنت بتاعتنا. اظن هي اتش بي ال سي ميثود ده. اشوف الايفكت بتاع 6 فاكتورز دي كمان ايفكت. يبقى في الميثود دي او في النوع ده من الديزاين احنا بنختبر الانتراكشن. الانتراكشن مثلا مع فاكتور A و B او A و C وغيره، ما بنعمل لها تيستينج، بيكون بس مهم شنو، او مهم حاجه واحده بس اللي هي زمان افكت زي ما عملناها في اول ديزاين، اللي هي مثلا مين
المين افكتس. فعندنا الفاكتور بتاع اللي هو فاكتور ايه اللي هو الاسيتونيترايل كونسنتريشن ما بين 43 ل 45، يبقى هو فاكتور الديزاين عادي، تو ليفل فاكتور الديزاين. في فاكتور اسمه فاكتور سي اللي هو رياجنت، انا سي حاليا ما اعرف اسمه شنو، اس دي اس اختصارا، ده الليفلز بتاعته. الفاكتور الثالث هو التمبريتشر ما بين 40 ل 50. الفاكتور الرابع هو البي اتش ما بين 4.3 ل 4.7. والفاكتور الاخير هو الفلو ريت بتاع الموبايل فيس اللي هو ما بين 0.9 ل 1.1. عادة معظم الشغل بتاع الكروماتوغرافي بيشتغلوا ما بين 1 ل 2 يعني مل بير مينت، دي حاجة جنرال يعني. عموما بقيت الفاكتور اللي هي من دي 1 لحد دي 6 كلها عبارة عن دمي فاكتورز، يبقى اللو ليفل بتاعها ماينس 1 والهاير ليفل بتاعها بلس 1. الإشكالية في الديزاين ده يمكن بالنسبة لنا حاليا في الامتحان إنه ما كلها بيشتغلوها في البرنامج بتاع الديزاين اكسبيرمنت أو ديزاين اكسبيرت، في جزء بيشتغلوه في الاكسل. أنا هشرح الجزئية الأول المقدمة بتاعته هسي حاليا ونجي نطبق عليها. عشان تحسب المين افكتس كويس على الريسبونسز، هسي حاليا هنا في الاكسبيرمنت دي عندنا 4 ريسبونسز اللي هي اعتقد هي ريزوليوشنز ما بين البيكس يعني بتطلع من الكولوم من R1 لحد R4. فانت ده تشوف الافكت بتاع الفاكتورز دي كلها المين افكت تحديدا من A لحد K على ال4 ريسبونسز ديل. يمكن السيناريو ده شوية مختلف عن السيناريوهات اللي اشتغلناها في الفيديو الأول اللي هو كان بيكون عندنا بس يعني ريسبونسي واحدة. ففي أي ريسبونس هنعملها أناليسيس برا ونشوف الإفكت بتاع أو الإفكت بتاع الفاكتورز على الريسبونسز دي. لكن الإفكت دي بتطلع ما من الفاكتورز ذاتها، بتطلع من الدمي فاكتورز. أنا صراحة بأمانة ما فاهم المزرعة دي بصورة كده كاملة يعني، أنا ما مستوعب إنه ليه بنطلع المين إفكتس من الدامي فاكتورز دي، لكن statistically موجودة يعني محسوبة في فايل من الفايلات. فيبقى انت الصعوبة المفروض تطلع من البرنامج تطلع المين افكتس بتاعت كل الفاكتورز سواء كانت ريال فاكتور او دامي فاكتورز، تكتبها لكل الريسبونسز. ودي الحاجة البطنية في الحاجة دي يعني، شوية دايرة تركيز فركز معي فيها. لو لاحظتين الدامي فاكتورز عاملة هسه حاليا بين اللون الاصفر لانه انا بطلع الايفكت بتاع المين ايفكت دي شنو من الايفكت بتاع الدامي فاكتور نفسه، يبقى انا محتاج انه افصل الدامي فاكتور برا اطلع الريزلت بتاعته برا عشان احسبها برا. فاسي انا عشان كده عملت لي كولم تاني او يعني تيبل تاني فيه الاربع ريسبونسز وتاثير الدامي فاكتورز بتاعته اللي هي من دي 1 لحد دي 6. وعشان اسهل على نفسي الحكايه ما اتعب كتير، انا هنا عامل زي تيبل جاهز يعني اي رقم يظهر هنا في الدي تحت بيظهر في الجدول. يعني مثلا لو كتبت هنا 5 كويس تلقائيا بتكتب لي في دي 1 هنا 5، كتبت مثلا هنا دي 4 كتبت مثلا 10,000 كويس تلقائيا بيظهر لي هنا في دي 4 10,000. يبقى لما اشيل من البرنامج هناك اعمل كوبي للريسبونسز كلها انزلها هنا تلقائيا الجدول ده يتملي لي. بنعملها كيف الحاجة دي؟ بنعملها بصورة بسيطة خليني أشرح عليكم. يعني الجدول ده أنا ممكن أمسح الداتا بتاعته هنا كويس، ودي عندي شنو دي هنا دي responses. بس حاليا ما في responses، لكن أجي هنا أقوم أكتب لي ده أقول له مثلا D1 السيل دي يساوي ومؤشر على السيل دي اللي بتاع D1، يبقى السيل دي نفس القيمة بتاعتي هنا نزلها لي وين؟ نزلها هنا واكتب شنو انتر. اجي اعمل السيل البعدية يساوي دي 2 يساوي السيل دي بالنسبة للريسبونس الاولى، السيل البعديها يساوي دي 3 دي 4 دي 5 سوري يساوي D5 ويساوي آخر حاجة D6. طبعا لو قلت اعمل حاجة ده على كل باقي الخلايا هتاخد نظام طويل جدا، لكن بما انه انا عملت هنا دي بالنسبة لي R1 هقوم اظلل دي كلها كده واجر على باقي الجدول كده. فتلقائيا باقي السيلز دي هتكون بتساوي يعني مثلا لو عملت دبل كليك هنا بيقول لي بيساوي الخلية دي،
عدد ابو الهيكليك هنا بيساوي الخلية دي. كذلك هنا اللي هي دي فورم يسمى لها R2 اللي هي resolution sorry response 2. لانه انا بعدك بعد ما افصل الدي قدامي فاكتور برا بعد باجي اعمل لها statistical analysis بطلع حاجه اسمها SS اللي هي sum of square. يعني شنو يعني اي response هنا بتاع دامي فاكتور مفترض اربعها كويس. وبعد ما اربع اي response براها اقوم اجيب المجموع بتاعه اللي هو sum of square. يعني مثلا اذا كان هنا القيمة دي عبارة عن minus 2 مثلا كويس، دي تلقائيا هتتكتب لي شنو minus 2 minus 2 في minus 2 يساوي كم 4. فاصل المجموع بتاع الجدول ده كله او بتاع القوم ده كله يكون كم 4 لان ده كلهم 0 0 0. يبقى انا عشان اجيب السم اوف سكوير كويس، خلينا نمسح ديك. عشان اجيب السم اوف سكوير في ده اللي مستعمل اللي هي سم اس كيو اللي هي سم اوف سكوير. يبقى انا في خطوتين اختصرتهم في خطوه واحده. الخطوتين هم شنو؟ ان انا اول حاجه بعد ما فصلت الدمي داتا دي او الدمي فاكتورز ريسبونس دي اقوم اربعها، وبعد ما اربعها اقوم تاني اجمعها لبعض. فانا قمت اختصرتهم في شنو؟ في خطوه واحده بس اللي هنا اجي في السيل دي اقول له سم سكوير الداتا دي كلها، يعني اكتبها من البدايه اقول له يساوي سم كويس اس كيو. هي دي معناها شنو؟ سم اوف سكويرز يا دي سكويرز الموجوده في الكولومز دي كلها بتاعت الريسبونس رام 4، واضغط شنو انتر. بعد ما جبتها ممكن شنو اعكس على باقي الخلايا الباقيه. يبقى دي هنا برضه حاسب لي شنو السم اوف سكويرز بتاعت الريسبونس الاولى، دي السم اوف سكوير بتاعت الريسبونس الثانيه، وهكذا. احنا عشان نشوف المين افكت بنقوم نحسب حاجه اسمها اي كريتيكال. الاي كريتيكال اللي هي يعني الافكت الكريتيكال بتاع الريسبونس بيساوي رياضيا بيساوي تي كريتيكال مضروبه في الستاندرد ايرور. اوكي ده احصائيا لو رجعت للشغل بتاع البيزك ستاتستكس موجود فيه الحاجه دي، انه دايما الكريتيكال فاليو او التي كريتيكال بيساوي التي كريتيكال بيساوي ال سوري الاي كريتيكال بيساوي التي كريتيكال في الستاندرد ايرور. يبقى انا بعد ما جبت السم في سكوير المفروض اجيب المين سم في سكوير اللي هي شنو؟ ان نفس القيمه دي اقسمها على ان، وان هي كم فاكتور 6. يبقى المين سم في سكوير بيساوي القيمة بتاعت السم سكوير مقسومة على كم؟ على 6. الستاندر ايرور الرياضيين بيساوي الجذر التربيعي بتاع المين سم في سكوير. يعني يبقى هنا الدالة دي عبارة عن شنو؟ سكوير روت اوف السيل دي اللي هي عبارة عن مين اوف سكوير. تمام؟ بعد ذاك في التي كريتيكال، لان انا بضرب التي كريتيكال في السم اوف سكوير بيجي شنو؟ الاي كريتيكال. يبقى دي بيساوي شنو؟ بيساوي السم اوف سكوير سوري الستاندر ايرور مضروب في شنو؟ في التي كريتيكال. التي كريتيكال بيجي بالداله العاديه اللي هي تي انفيرس لو تذكروا تي انفيرس، بكتب بعد ذاك البروبابيليتي والديجري اوف فريدم. كمان البدايه تي دوت انفيرس او تي انفيرس عاديه as you like طبعا تو تيل. لو كتبت بالداله القديمه بتاعت 2010 ولا كده بكتب طوال تي انفيرس كده سوري تي انفيرس. بيطلب مني البروبابيليتي اللي هي البي فاليو، ممكن اشتغل بي بوينت او 5 او بوينت او 1 حسب الرينج ده يختبره، يعني 99% او 95%. بس حاليا انا اخترت 95%. بعد ذاك الديجري اوف فريدم، هو البروف صراحة في الشيت اللي اداني وكاتب انه الديجري اوف فريدم بيساوي 6، وانا لحد اللحظة دي صراحة ما اعرف بالضبط 6 دي يعني بناء على شنو. هل هي النمبر اوف فاكتورز نفسها؟ لانه انا عارف دايما الديجري اوف فريدم بيساوي رقم ناقص واحد. فلو في زول عنده معلومة رجاء يعني يورينا لها انه ليه بالتحديد 6 ما 5، انه اذا كان الديجري اوف فريدم هي نفس النمبر اوف دامي فاكتورز اللي هم 6، فدي حاجة غريبة بالنسبة لي. أنا ما عندي لها تفسير أو ما أعرف يعني مصدر المعلومة. حاولت أفتش لكن صراحة ما لقيت معلومة. فرجاء أدونا إفادة في الحاجة دي. يعني في النهاية لما تحسب التي كريتيكال بيطلع لك 2.44 تو تيل. طبعا يبقى في النهاية أنا هحسب السم اوف سكوير بتاع الريسبونس بتاع الدمي فاكتور
اجو ماكسيم على النمبر اوف دامي فاكتور اللي هي ان، يعني اجيب المين سم اوف سكوير لاي واحد من الريسبونسز 4 طبعا. بعدها اجيب الجذر التربيعي للمين سم اوف سكوير عشان اجيب شنو الستاندر ايرور. الستاندر ايرور لما اضرب فيه التي كريتيكال حجيني الاي كريتيكال اللي هي الافكتيف او الافكت كريتيكال بتاع اي دامي فاكتور في الريسبونس. بعد ما جبت الاي كريتيكال بجيب قرينه بعد الداتا الموجوده هنا، اي رقم لقيته في المين افكت اللي هم بالابيض ديل اكبر من الاي كريتيكال معناه هو سيجنيفيكانت على شنو، على الريسبونس دي. فده الشيء اللي هنعمله. لكن مبدئيا اول حاجه خلينا ندخل الداتا في البرنامج عشان اوريكم كيف بنطلع الافكت من البرنامج وننزلها في الجدول ده. يبقى انا بعدين حرفع عليكم الملف ده، فالواحد لو داري يعمل براكتس عليه هخلي لكم فاضي. الواحد يجيب الداتا من البرنامج ينزلها هنا في الجدول ده، تلقائيا الجدول باللون الاخضر ده هيتغير، يعني هتكتب فيه الداتا وتلقائيا ده كله هتتحسب. فبس ما عليك انك تحسب شنو، تشوف ال significant effect from the dummy factors. وانا اوريدي هنا كاتب اللي هي بالنسبة لأي response يا تو فاكتور هو المهم. فدي الطريقة بتاعت ال Blackett Behrmann design، يعني بصورة كده مختصرة. طيب دي الداتا اللي عندنا اللي هندخلها في البرنامج اللي هي الفاكتورز زي ما قلنا، ودي الليفلز بتاعتها، ودي الريسبونس، ودي الدامي فاكتور، ودي الريسبونسز اللي هما 4 ريسبونسز. برضه اجين نذكر بنفس الكلام انه هندخلها بالستاندرد اوردر اللي هو اصلا كونستنت ما بيتغير، لكن الران اوردر ده راندمايز ما بيكون ثابت. والداتا دي الموجودة حاليا قدامكم دي كلها مظلة، دي اصلا البرنامج بيعملها بصورة اوتوماتيك. الحاجة باللون البلو دي كلها هي دي عبارة عن ريال فاكتور، ودي عبارة عن دامي فاكتور اللي هي من دي 1 لحد دي 6، وانا هدخلها بنفس الترتيب ده اللي هو من A دي 1 سي دي 2 وهكذا. طيب كده احاول افتح البرنامج بتاع ال دي اكس عشان انزل فيه المعلومات دي، دي المعلومات اللي هننزلها في البرنامج اصلا. طيب اكسبيرمنتال ديزاين خلينا نخليه على اليمين شوية ونجيب الاكسل على اليسار. طيب هيا نضغط هنا شنو، نيو ديزاين، هنضغط على الفاكتوريال ديزاين. تحت بنلاقي في الخيار مكتوب عليه بلاكيت بيرمان اللي هو ده قلنا مش خاص بشنو، بالسكرينينج. اول ما اضغط عليه بقول لي عندك كم فاكتور. انا عندي طبعا هو ده ديزاين بتاع 11، فاللي عندي 5 ريال فاكتور و6 دامي فاكتور، مجموعهم كم؟ مجموعا يعني 11. يبقى حاجة هكتب اسماءهم من وين، من هنا. الفاكتور الاول اللي هو فاكتور ايه ده عبارة عن الاسيتونايترايل، ده فاكتور ايه كويس. اليونت بتاعته بيرسنت زي ما مكتوب، تمام. الفاكتور اللي بعديه هو دامي فاكتور اللي هو اسمه دي 1، فاكتور دي 1 ما عنده اي وحدة. طبعا نسيت ان اطلع نكتب الوحدات بتاعته، عنده اللور رينج 43 والهاير رينج 45. دامي فاكتور بنفس الارقام دي اللي هي ماينس 1 بلس 1. الفاكتور الثاني اللي هو اسمه فاكتور سي اللي هو ريجنت اسمه اس دي اس كويس، الوحدة بتاعته ملي مولر، اللور رينج بتاعه 5.5 والهاي رينج بتاعه 6.5. فاكتور دي هو دامي فاكتور تبقى عليه دي 2 كويس. فاكتور اي هنا هو التمبريتشر نزل هنا في محله فاكتور ايه، تيست اليونت بتاعته سنتيجريد، اللور رينج بتاعه 40 والهاير رينج 50. هاي هنا برضه انا اجي نسيت الحاجة دي مكررة كتير، عاكس الهاي محل اللو كده، ده لو.
طيب الفاكتور اللي بعديه فاكتور اف ده عبارة عن دومي فاكتور اللي هو اسمه دي 3. فاكتور جي عبارة عن البي اتش، بي اتش طبعا ما عنده وحدة، الرينج بتاعه من 4.3 لحد 4.7. فاكتور اتش وجي او جي كلهم عبارة عن دومي فاكتور ده اسمه دي 4، وتحته برضو اسمه D5. نزلناه بنفس الترتيب عشان الداتا عندنا في الاكسل شيت نازل بنفس الترتيب ده. طيب فاكتور K اللي هو اسمه الفلو ريت، فلو ريت كويس، الوحدة بتاعته هي مل بير مينيت. اخر فاكتور، فاكتور ال هو دومي فاكتور اللي هو D6. طيب نسينا الفلوريت، الفلوريت الرينج بتاعه من 0.9 لحد 1.1. طيب انا كده ادخلت الانواع الفاكتورز اللي عندي والرينجز بتاعتها، اقوم اضغط هنا كونتينيو، بيطلب مني الريسبونسز. طبعا دي الالياسز شرحها ما به مناسي حاليا. انا حاليا عندي كم ريسبونس في الاكسل، هنا عندي 4 ريسبونس، يبقى انا هكتب لو داير 4 ريسبونسز اللي هما بنفس الاسماء دي R1 لحد R4. طبعا لو كان في اسماء للريسبونسز كان بكتبها هنا. نعمل كونتينيو، بيكون بيجينا الجدول بتاع الديزاين بتاعنا مرتب، لكن شنو بالرن اوردر. يبقى انا الريسبونس دي ما اقدر ادخلها الا ادخلها بشنو، زي ما قلنا بالستاندرد اوردر، سي اوريدي مرتب بالستاندرد اوردر. يبقى اقوم اعمل شنو، اجي هنا في البرنامج يقول له سورت باي ستاندرد اوردر. حتى بعد ذاك اقدر اعمل كوبي للداتا بتاعت الريسبونسز، هنا كوبي وانزلها وين، نزل هنا بس جملة واحدة. فده كده بيريحك في كثير من ال يعني ال data entry لو كانت مانوال يعني بالكيبورد، لأنها بتاخد زمن كبير يعني. طيب لو دعيني أتأكد من الداتا دي هل هي مرتبة ولا مو مرتبة، نشوف ال يعني نشوف الترتيب بتاع ال standard order والترتيب اللي عندنا دي. أنا ممكن هنا ال display أعمله بشنو، بالكودت فاليو بدل اللي صار لي بالريال فاليو يعني بالبلس اور ماينس. فالعموم انا اتاكدت منها هي نفس الترتيب يعني، الارقام دي نفس الترتيب زي. طيب انا كده ادخلت الداتا وادخلت الريسبونسز. هنا الاناليسيس بسيط، انا بس داير اشوف المين افكت يعني، اشوف ما داير اشوف حاجه تاني. يبقى اجي ليه اعمل اناليسيس لاي ريزلت برا. انا عندي طبعا عندي اربع ريسبونسز، ما انا هعمل اربع اناليسيس. دي حاجه المفروض تخد لها بالك انه اي ريسبونس بيحتاج لها اناليسيس برا، يعني ما بتعمل اناليسيس لريسبونس واحد وتخلي الباقي. فنجي للايفكت كويس، نضغط على الليست او ايفكت ليست هنا. اوكي دي القيمة اللي احنا دايرينها في النص دي، الكولم ده دي بيسموها الستاندردايز افكت، دي اللي دارينا احنا في الاكسل هنا، دارين البيات وجدول الجدول الاصفر ده لاي ريسبونس برا. يعني هسه القيمة في النص دي مفترض تجي في R1، بعدك نشوف بتاعت R2 كم و R3 و R4. انا مبدئيا بس هنا لو داير اعرف المين افكت بجي هنا اختار مين افكتس، بشتغل على الفاكتورز بس بما فيها الدايم فاكتور backward going off 5. شوف الان اوفر طيب فاس هنا طلع عليه من الفاكتورز فاكتور A ما مهم وفاكتور K الفلوريت ما مهم. دي الفاكتورز عندها significance، طبعا فيها دومي فاكتور وفيها ريال فاكتورز. طيب
نفس الشيء يعملوا ليش نو للريسبونس الثانية الايفكتس effect list main effects point او 5 كويس. اضغط على انوفا انا ما عارف الرسالة دي. سوري انا البي فاليو كتبتها غلط هنا. كتبت البي فاليو غلط. طيب باكورد وين زيرو فايف بعدها كانوفا. طيب كده انتهيت من R2. امشي ل R3 effects. انا مع انه صراحة انا الحاجة دي ما محتاج لها، لكن بس يعني للتذكير بس انك تعمل كيف تعمل انوفا. يعني يبقى effects effect list main effects backwards وين او 5 and over. بس في الريسبونس دي بس في اكتر واحد مهم اللي هو الاسيتو نايترال حسب الانوفا يعني. طيب نيجي نعمل بعد ذاك ل R4 اللي هو اخر واحدة effects. اوكي نمشي ل effects list order main effects backwards point o 5 نفس الخطوة ما في حاجة جديدة. طيب كنت أظن في الفاكتور أو في الريزلت دي بس الأسيتون نايترايل كونسنتريشن هو السيجنيفيكانت. يبقى أنا في المسألة دي يعني كده بس دي وصلت لل الحاجة اللي معناتها لي برنامج الدي اكس، ما في حاجة عملت تاني في الدي اكس. يلا بعدها يشيل الايفكت بتاع اي واحدة من الريسبونسز برا، دي المسألة شوية بتاخد زمن. unfortunately في نسخة البرنامج انا ما اقدر يعني انسخ الكولوم ده برا، وانا في مالي الكولوم اللي انا حول الماوس دي اللي هو فيه الايفكتس بتاعت اي ريسبونس او اي فاكتور على الريسبونس. فعشان اعمل كوبي للكولوم ده اللي اعمل كوبي للداتا كلها يعني من هنا لهنا دي كلها اعمل لها كوبي اللي من فاكتور A لحد فاكتور L اللي هو D6، ودي كلها ما محتاج لها بس انا محتاج للكولوم اللي في النص ده. طيب عشان اعمل كوبي للمنطقة دي برضه انفورشنتلي بالماوس عملت رايت كليك ما في كوبي هنا. طيب اعمل كوبي كيف؟ بخيارين، يا اما امشي لإيديت هنا واختار منها كوبي، او تلقاها موجودة بره هنا في الايكون دي اللي هي كوبي اللي هي زي الورقتين الصغار دي. اول ما اعمل كوبي كده انا كده عملت كوبي للداتا دي كلها. اقوم ارجع للاكسل في منطقة فاضية مثلا في المنطقة دي اعمل بيست كل الداتا الجبال بيحصل لها بيست، لكن في النهاية دار شنو؟ دار الافكتي بس اللي هي القيم دي بس. احرص انه شنو اعمل لها من كوبي من A لحد L اللي هي من فاكتور A لحد فاكتور L. التو لاينز الاخيرات دي ما معايا ده ما بهموني، بس ده الافكتس بتاعت اي فاكتور برا بما فيها الدامي فاكتورز. في طبعا لو عايزين في واحده منها بلس واحده منها ماينس، اجي اعمل كوبي اللي بس الكولوم ده برا كوبي ده بتاع منه بتاع R1 هنا هي ريسبونس 1 معناه المفروض انزل وين؟ انزله في R1 هنا اعمل له شنو؟ بيست بالارقام بس. فتلقائيا يجيني كل الافكتس وزي ما قلت لهم جبال الضمي فاكتورز براحة تتملي تلقائيا. فدي الستاندرد او سوري الصنف سكوير وده المين صنف سكوير وده الستاندرد ايرور ودي تريك كريتيكال الاصل محسوبة، وهحط بالرقم ده في الرقم ده اللي هي بيسموها الاي كريتيكال 0.8. ده معناه شنو؟ معناه في الريسبونس دي اي رقم هنا في الداتا دي اعلى من 0.8 معناه سيجنيفيكانت بالنسبة للمين فاكتورز اللي هي فاكتور A هسه حاليا 0.00 معناه هو insignificant، لكن فاكتور C هو بالقيمة المطلقة بتاعته 0.885 اللي هي أعلى من 0.80 معناه فاكتور C ده significant بالنسبة للريزلت الأولى.
ده 0.38 مع significant، ده 1.2 معناها شنو significant، وده هي minus 0.02. يبقى احنا حاليا بيهمنا بس فاكتور سي وفاكتور شنو جي. يبقى حاليا بالنسبة لل result أو response R1 المهمة هي أو significant هي فاكتور سي أو فاكتور جي. يبقى نفس الحاجة أقوم أكررها تاني 3 مرات اللي هي للريزلت الباقية دي، طالما من نوع تلاقوا بي خلاص أنا محتاج لأقوم شنو أعمل لها ديليت، أرجع للبرنامج تاني. الريزلت شلت الأولى هي بتاعت R1، أقوم أشيل الريزلت بتاع شنو R2، ألقاه وين في الإفكت في الكولم دي. يبقى أجين هعمل كوبي لكل الداتا لحد فاكتور L، الباقي ده معاي هنا أعمل شنو كوبي تمام، ارجع للاكسل مرة تانية في نفس المنطقة اقوم اعمل شنو اعمل بيست، هشيل الداتا بتاع شنو بتاعت الافكت بس لحد ال اللي هي D6، اعمل كوبي اجي للجدول بتاعي هنا انزله هنا بيست تلقائيا، باقي الحاجة كلها هتتحسب. حسي حاليا الاي كريتيكال بتاعتي 0.47، يبقى اي رقم هنا اكبر او يعني اي رقم هنا اكبر من 0.47 معناها significant، يبقى فاكتور A 2.4 عالي معناها significant، فاكتور C significant، فاكتور E significant، لكن فاكتور G وفاكتور K اقل من 0.4 فمعناها هم شنو insignificant. يبقى في النسبة للريسبونس دي المهمة هي فاكتور A و C وشنو و E حسب الترتيب ده تمام. يبقى انتهينا من الريزلت الثاني، نمشي للريزلت الثالث اللي هي في البرنامج هنا R3 كويس، القى وين في الإفكت، اقوم اعمل كوبي للداتا دي كده اوكي، اعمل كوبي تاني اغير اجي للاكسل في المنطقة دي اعمل بيست. صراحة الحاجة كلها كان بيغنينا عنها إذا كان البرنامج بيسمح بإنه بس أعمل كوبي لكولوم واحد. أعتقد الفيرشن الجديدة غادي يكون فيها الخيار ده، أنا الفيرشن بتاعت البرنامج دي شوية قديمة. فيبقى نفس الشيء أشيل الإفكتس بتاعت الداتا كلها هنا لحد L6 أو D6، كوبي أجي أنزلها هنا بس حاليا بالنسبة لي R3D ال E critical طلعت 0.89، يبقى فاكتور A critical، فاكتور C ما critical، ده يا ما critical ده يا ما critical، يبقى فاكتور A هو بس المهم في C. C وينه؟ طيب C ده ما طالع هنا point minus 0.7 ل critical، اعطى انه كريتيكال او في خطأ في الحسابات لانه قبل حسبته طلع عليه كريتيكال، ما اعرف المشكلة وين صراحة. فاكتور ايه ظهر كريتيكال لكن فاكتور سي ده انا ما اعرف المشكلة شو. على العموم خليها ما اشكالية، نمشي ل ل R3 او R4 الافكتس دي الداتا كوبي سوري كوبي من هنا يعني ايه للاكسل امسح دي ونعمل بيست للداتا الجديدة اللي هي فيها المين افكتس دي لحد هنا عايز كوبي نزيله وين هنا ايه ال E critical بتاعنا هنا 2.28، يبقى A critical ده معناه هو significant، ده insignificant، ده insignificant، 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 يبقى في فاكتور واحد بس اللي هو فاكتور A significant. دي كده انا بعد ده محتاج ليها delete. انا كده انتهيت من ال design بتاعي، عرفت انه في اي response جات واحدة من ال factors هي السيجنيفيكانت بس بالمقارنة بتاعت اي كريتيكال مع ال effects بتاعت الفاكتورز على الريسبونسز. فدي ما يربي البلاكيت بيرمان
ديزاين. اصلا انا شايف المبادئ دي شويه معقده وتايم كونسيوم، وفي حاجات بالنسبه لي لحد اسيما مفهومه، بالذات مساله الديجري اوف فريدم المحسوبه هنا في التي كريتيكال. فرجال لو في زول عنده معلومه يفيدنا بها ان شاء الله. طيب احنا كده كده انتهينا من الجزئيه دي، نمشي لاخر ديزاين عندنا اللي هو معروف بالسيرفيس ريسبونس ديزاين، اللي هو لما يكون في كيرفيتشر في الريسبونس بتاعتنا يعني. طيب في كلام كثير جدا صراحة يقال عن الـ النودة من الديزاين، اللي هو عبارة عن يعني بيسموه زي ما قلنا يعني كيرفيتشر، او اللي هو سنترال بوينت، يعني بيكون فيه 3 ليفل على الاقل. الشغل هيشتغل اسيو فيه اكشولي فيه 5 ليفلز، يعني بيكون في فاكتوريال ليفلز اللي هم الثلاثة معروفات ماينس واحد وزيرو بلس واحد، وبيكون في يعني معروف بالالفا بوينتس اللي هم بيكون في الاكستريمز يعني. طيب عندنا ميثود بتاعت اتش بي ال سي للديترمينيشن بتاع دو دراكس كويس، وفي فاكتورز معينة دار يعملوا لها يعني اوبتمايزيشن، اللي هي الموبايل فيس كونسنتريشن والبوفر مولاريتي والفلو ريت. يبقى عندنا كام فاكتور؟ 3 فاكتورز. الريسبونس بتاعنا هي الكاباسيتي فاكتور معروف بالكي داش، اللي هو نسبة بين الريتنشن تايمز كويس، و الريزوليوشن بتاع 1 من البيكس اللي هو ار ما بين 2 و 3، يعني ما بين بيك 2 وبيك 3، اضافة للريتنشن تايم بتاع البيك الاخير. فده الجدول بتاعنا، فيه 3 فاكتور، اللي هي فاكتور A موبايل فيس كونسنتريشن، وفاكتور B البفر مولاريتي، وفاكتور C الفلو ريت. عندنا 3 ريسبونسز دي الداتا بتاعته. انا صراحة اخدت زمن طويل جدا عشان اطبع الجدول ده، لانه ما موجود في شكل اكس شيت عندي، كان قاعد في المحاضرة، فما عارف اذا في خطأ في الطباعة ولا لا، لكن لو ظهر بيصار في النتيجة. على العموم عندنا دائما في الكيرفيتشر بتاع السنترال كومبوزيت ديزاين بيكون عندنا 5 ليفلز نورمالي كويس. في الفاكتوريال ديزاين لو عايزين كان عندنا اونلي 2 ليفلز، لكن هنا بيكون عندنا يعني سنترال بوينت، بيكون عندنا ال 2 ليفلز العاديه بتاعت الفاكتوريال اضافه لليفل في النص اللي هو 0، وفي عندنا الفا بوينت. الفا بوينت دي عندها طريقه معينه بتاعت حساب حسب نوع او حسب عدد الفاكتور. اذا كان عدد الفاكتور مثلا 3، القانون بيقول انه الالفا بيساوي يعني 2 مرفوع للقوه النمبر اوف فاكتورز، الكل مرفوع للقوه 1/4. كيف يعني؟ يعني مثلا لو جبنا الكالكوليتر يعني مثلا لو عندي 2 فاكتورز، ده يشتغل response surface design، بيقول انه الالفا بتاعتي اللي هي الاكستريمز على الجانب اليمين والجانب اليسار هتساوي 2 كويس مرفوع للقوة النمبر اوف فاكتور في الحالة دي هو 2. الكلام ده كله برفعه سوري 2 برفع القوة اللي هي 1/4، يعني 1/4. بيساوي كم؟ 1.44. في الحالة بتاعت الاندياسي حاليا انا ما عندي 2 فاكتور، عندي كم فاكتور؟ 3 فاكتور. يبقى هطبق نفس المعادلة، بدل 2 و سي 2 هقول 2 و سي كم؟ 2 و سي 3 كويس، اللي هي النمبر اوف فاكتور مرفوع للقوة كم؟ ربع، اللي هي الجذر الرابع يعني، اللي 2 و سي 3 بيساوي كم؟ 1.682 تقريبا. عشان كده هسه حاليا عندنا 3 او 5 ليفل، اللي هما ال 2 فاكتوريال ليفل عاديات، وفي ميد بوينت، وفي اكستريم اللي هم بيكونوا خارج البوكس او خارج الكيوب، اللي هو ماينس 1.8 وهنا بلس 1.68. العموم الكلام ده تفاصيله موجودة في المحاضرات، ممكن الواحد لو دار يعرف يرجع لها. يبقى انا هطلب من البرنامج انه يعمل لي ريسبونس سيرفيس ديزاين لثلاثة فاكتور بخمسة ليفلز.
الاوبتمايزيشن موجود للكرايتيريا بتاعته بالنسبه للريسبونسز، انه بالنسبه للكي داش اللي هو بيسموه الكاباسيتي فاكتور، التارجت بتاعه المفروض يكون 2، الريزوليوشن ما بين 2 و 3 المفروض يكون 2، لان اصلا حسب الكلام مكتوب في التكست هنا بين الريزوليوشن ما بين 2 و 3 تقريبا حوالي 1.5. 1.5 ده هو اقل ريزوليوشن ما بين 2 بيكس عشان يكونوا سيبريتد، يبقى احنا نعمل اوبتمايزيشن بحيث انه يكون السيبريشن اعلى من 1.5 يكون 2. الريتنشن تايم ما بين 3 ل 14، لكن ده اللي عمله مونيمايزيشن. طبعا في الاتش بي ال سي كل ما قلت الريتنشن تايم كل ما يعني شغله بيجي اسرع. فده نشوف الاوبتيمم ريتنشن تايم بالنسبه للدراسه دي. يبقى هنا عشان نكسب الزمن نجي نفتح الاكسبيرمنتال ديزاين ده، احنا اوريدي انتهينا منه، نعمل له سيف. ايش ده الشغل القديم يعني بتاع الدمي فاكتور اللي هو ال باكيت بيرمان، باكيت بيرمان ايز ديزاين سيف، عشان نيجي نعمل له كلوز ديزاين ونبدأ ديزاين جديد اللي هو خاص ب ريسبونس سيرفيس. يبقى نيو ديزاين كويس، امشي ل التاب مكتوب عليه ريسبونس سيرفيس اللي هو ده مع فاكتوريال ديزاين بعده. طيب في الريسبونس سيرفيس حاجة اخد السنترال كومبوزيت، يعني في جزء درسناه برضو اسمه بوكس بوكين، لكن صراحة او بوكس بانكين، لكن ما لقيت له تطبيق، يعني ما في مسألة خاصة بالجزئية دي، لكن هشتغل بس شنو السنترال كومبوزيت ديزاين. عندي كم فاكتور؟ كانت عندي 3 فاكتور. اوكي فبجيب انزلهم بنفس طريقتهم، طيب الفاكتورز الحمد لله. الفاكتور الاول هو الموبايل فيس كونسنتريشن، كوبي اليونت بتاعته الحمد لله. الفاكتور الثاني فور مولاريتي، الفاكتور الأخير هو فلوريت. حقيقة كان ممكن أشيلهم كلهم مع بعض كده عشان نكسب الزمن. كوبي بيست. طيب بالنسبة للو كونسنتريشن بتاع اي فاكتور بدون الالفا، يعني بس هنا لو مشينا لقدام شويه يعني بيطلب منك اللو والهاي، والسنترال بوينت اصلا بيعتبره كويس، بيطلب منك الالفا ماينس والالفا بلس، هو اريد هسه حاسبهم ماينس 1.8 نفس القيمه يعني الموجوده هنا. طيب احنا هننزل الريال داتا، يبقى حاليا بالنسبه لللور فاليوز بالنسبه للفاكتورز دي بتاعت ماينس 1 كلها ننزلها هنا في اللو، تمام؟ فتلقائيا بيحسب لك الالفا بتاعتها اللي هي نفس الارقام المكتوبه بيها جاي، ما بتحتاج انك تنزل دي، يعني تمشي بيها غالي تنزل الهاير فاليو اللي هي بلس 1، تلقائيا باقي الحاجات بتتحسب برضه. كوبي نزلها وين؟ في الهاي. فبتلقى انه الالفا بلس والالفا ماينس تلقائيا اتكتبت بصوره تلقائيه. ناسي حاليا الفا هنا بلس 43.41، هنا 26.5، فبقت موجودة باي ديفولت يعني. أما السنترال بوينت ما بتحتاج إنك تدخل، لأنه أصلا هو ده معروف في الديزاين، يعني من جزء من الديزاين بتاع السيستم. يبقى أول ما نزلت الفاكتورز تضغط كونتينيو، تمشي بعد تنزل شنو الريسبونس. عندنا كم ريسبونس؟ عندنا 3 ريسبونس، يبقى أنا محتاج هنا لكم؟ لـ3 ريسبونس. أساميهم شنو؟ K1 كويس، دي الريسبونس الأولى، بعدين عندي ريسبونس تاني اسمها RS23 اللي هي ريزوليوشن ما بين بيك 2 وبيك 3، نزلها هنا. وبعدها عندنا ريتنشن تايم بتاع بيك 4، اوكي ما محتاج ننزل وحدات، نضغط شنو كونتينيو، فتلقائيا بيجيني شنو الديزاين بتاعي.
برضو اجين نكرر نفس الكلام انه هنحتاج نحول لشنو للستاندرد اوردر. اجي هنا ولو سورت باي ستاندرد اوردر، حاجة انه الارقام دي نفس الارقام اللي فوق، يعني 30 10.8 30 10.8، حتى الميد بوينت تلقاها في النص هنا، يعني مثلا 26 15 واحد اللي هي رقم 9 تلقاها هنا. سوري، في الستاندرد رقم كم؟ رقم 9 13 26 15 واحد 13 26 15 واحد، نفس الترتيب. آخر حاجة مثلا رقم 20 9 35 15 واحد، تلقاه هنا، لا هنا مختلفة، سوري 9 دي معاي 35 15 واحد، دي الريسبونس 9 دي الرن اوردر، يبقى كده مرتبة. فامشي بعدها انزل شنو، انزل الداتا بعد ما ضمنت انها مرتبة صح. كوبي، اجي انزلها بنفس الطريقة هي دي كلها، بيست، كده انتهينا من الداتا، انتري. الريكومنديشن بتاعت الاوبتمايزيشن نحطها في بالنا، اللي هي قلنا كي داش يكون تو، وريزوليوشن يكون تو، والريتنشن تايم يحصل له شنو؟ مينيمايزيشن. دي الامبورتنس بالنجوم، يعني دي بلس 5 بلس 3 بلس 4، هي نرجعلها ليتر اون. يبقى ده الديزاين بتاعنا، ودي الداتا نازله. بعدين نيجي نعمل شنو؟ نيجي نعمل اناليسيس لاي واحد من الريزلت برا. نبدا بشنو؟ ب كي 1 كويس. هنا في الديزاين ده شويه الاناليسيس مختلف يعني، فما عندنا افكتس لكن عندنا فيت سمري. بيعمل لك ريكومنديشن لانواع الايكويجن، هل هي ستريت لاين ايكويجن يعني لينير، ولا تو فاكتور انتر اكشن، ولا كوادراتيك اللي هي معادله بتاعت تربيع، يعني اكس سكوير زائد 2 اكس زائد اكس زائد كده، او كيوبيك. فسي حاليا هو السجستشن بتاعه انها تكون كوادراتيك، دي حاجه تحط لها بالك. كيف بيعمل سجستشن؟ بيعاين ل ار سكويرد وبريدكتد ار، بيشوف للماكسيمم، يعني اكبر رقمين هو ده السجستشن بتاعه. بس يعني دي 0.91 و0.8، دي 0.90 دي 0.8، والتحت دي 0.99 و0.7. اعلى رقمين هم الحته دي اللي هم 0.99 0.96، فمعناه ده البيست فيت بتاع النقاط اللي بتمثل الريسبونس دي، تمام. يبقى لما تيجي تعمل الموديل بتاعك بتختار شنو؟ كوادراتيك، وتلقائيا بتلقاه شنو؟ منشط كوادراتيك هنا، اوكي. فيبقى كوادراتيك، حاليا نعمل نفس الحاجة باكورد ونكتب شنو؟ نكتب الألفا بتاعنا اللي هي 0.05، نضغط على أنوف، بيطلع لك ال insignificant factors بال interaction بتاع سي. هل ال interaction بتاع بي و سي و اي بي insignificant، لكن بقية ال model significant. بس في حاجة هنا يعني قال انه lack of fit significant، معناه في بعض النقاط شوية كده برا الخط، لكن انا صراحة ما عندي فكرة انه المزرعة دي بتتحلى كيف. فهاخد الموديل زي ما هو، يعني بما انه هو significant، بغض النظر عن انه في نقاط برا الخط ولا ما في نقاط جوا الخط. طيب نيجي نعمل diagnostic، نشوف هل اول حاجة البوكس كوكس بتاعنا مظبوط ولا لا. مشي دايجنوستكس بعد ما عملنا الانوفا، يعني نشوف اول حاجه البوكس كوكس. طيب بتلقى انه قلنا الخط البلو بيمثل الداتا، والخطين الحمر بيمثلوا الكونفيدنس انترفال، والخط الاخضر بيمثل الايديل. اساس ظاهر انه الداتا برا الكونفيدنس ليفل، معناها الموديل بتاعنا ده بالمعادله الكاتبه ما بيرفكت، محتاجين نغير في المعادله. كيف اعرف الحاجه دي؟ كيف اجي عامل للتعليق هنا ده؟ قال اللامدا الكرنت حاليا هي واحد، سوري هي واحد، واي دي المفروض تكون 0.04. عشان تعمل الادجستمنت ده قال لك ريكومند ترانسفورم للوج، يعني حول المعادله من معادله عاديه لمعادله باللوجاريزم. ده عملها كيف؟ اي راجع من الدايجنوستيك امشي للترانسفورم هنا، اوكي. في الترانسفورم اقوم اخد المعادله بتاعت اللوج اللي هي ما ناتشرال لوج، ناتشرال لوج ده اللين اللي هو لين، لكن اخد شنو؟ بيز 10 لوج اللي هو اللوجاريتم العادي، احولها من معادله عاديه للوج. طيب هو هنا عامل تعليق قال response ranges from 0.8 سوري 0.6 لحد 2.4
0.5 ratio of maximum. Ratio of max of max to minimum is 3.8. طيب a ratio gal greater than 10 usually indicate transformation required. For ratios less than 3 the power transformation have little effect. انا هسه حاليا الريشيو بتاعتي اعلى من 3 فبالتالي في يعني significant effect في التعديل ده. بعد ما عدلت المعادلة من معادلة عادية الى لوك اي تانية اعمل لها يعني modeling كويس. هنا في تصلي في السمري انه حصل ترانسفورم لبيز لوك القيمة يعني كويس، والموديل ما زال هو كوادراتيك. اجي هنا في الموديل اقوم اختار كوادراتيك واعمل باكورد واكتب الالفا بتاعتي 0.05 واضغط على ان اوفر. السي اجين بقى عندي ثلاثة فاكتورز وان سيجنيفيكانت اللي هم الانتراكشن بتاع اي بي والانتراكشن بتاع بي سي وسي سكوير. سي سكوير لانه اصلا دي كوادراتيك قلنا ايكويجن فيها مربع يعني، فبالتالي دي سيجنيفيكانت فاكتورز اللي هي فاكتور اي الموبايل فيس، فاكتور بي البفر مولاريتي، وفاكتور سي الفلو ريت اضافه للانتراكشن بتاع اي سي واي سكوير وبي سكوير. المعادله اللي بتحكمهم كلها، طيب اول حاجه نشوف الار سكوير ار 0.9969 دي جود ار يعني جود فيت او جود لينيرتي كويس. طيب امشي لل الايكويجنز دي المعادله بتاعت الموديل بتاعي. ظاهر انه ايه عنده نيجاتيف افكت يعني زياده ايه بتقلل الريسبونس، بي عنده بوزيتيف افكت، سي عنده نيجاتيف افكت كويس. الانتراكشن ده اصلا ما بين ايه وسي، وده ايه سكوير وده بي سكوير. لو رجعت للدياجنوستيك تاني، طبعا هنا ما عندنا باريتو تشارت والحاجات دي ما موجودة. رجعت للبوكس كوكس تاني بلقى انه في اللحظة دي الخط البلو بتاعي بقى داخل الكونفيدنس انترفال لانه انا عدلتها كويس عملتها باللوجاريزم، فبقى الموديل بقى كده افضل. ده النورمال بلوت عادي بتاع الريزيديوالز كلها وزين الرينج ما فيها مشكلة. اوكي اجي اشوف الجراف ده الكنتور بتاعي كويس. ممكن اشوف ال 3D surface لاحظين هو كيرفت ما يعني ما زي جبال شفناه كان بيكون مسطح، ده فيه كيرفيتشر ظاهر انه فيه كيرفيتشر. طيب كده انت يا دوب من شنو من اناليسيس بتاع الريزلت الاولى امشي نفس الخطوات دي اعمل الريزلت التاني. اول حاجة اشوف السمري بتاعته برضو نفس الشيء، هو بيقترح انها تكون كوادراتيك الموديل. هنختار كوادراتيك باكورد كويس 0.05 ان اوفر دي الفاكتور الانسيجنيفيكانت طلعها برا، ودي الفاكتور السيجنيفيكانت بالنسبه للريسبونس دي اللي هي الموبايل فيس والبفر اضافه للانتراكشن بيناتهم. الار سكوير موقفه شنو دي الار يعني ما بطاله. نشوف الدياجنوستيك هل في محتاج ترانسفورميشن ولا ما محتاج ترانسفورميشن. نشوفه وين في البوكس كوكس هنا برضو اجي هنا خط البلو بر الرينج عامل ريكومنديشن قال لي ريكومند ريكومند ترانسفورم سكوير روت يعني حول المعادله لايه انها تكون بالجذر الطبيعي، وخدت الفاكتور ده اللي هو 0.008802 يبقى ارجع لترانسفورم احول المعادله قلنا كان لشنو السكوير روت واخدت الفاكتور كي اللي هو 0.008802 دي هاي مذكرات واظن هذا نفس الرقم. ونرجع تاني للموديل بتاعنا كوادراتيك باكورد 0.05 ان اوفر ده كده الفاينل موديل بتاعنا دي significant factors ودي r squared و r adjusted r وده الموديل بتاعنا فيه فاكتور a وفاكتور b interaction بيناتهم اضافة ل a square و b square. رجعنا الدياجنوستيك مرة تانية
شفنا البوكس كوكس، نلقى بعدين انه المدرب بتاعنا بقى افضل. بقية الأشياء نفسها ما في حاجة جديدة. هاي السعودية الانفلونس ظاهر لأنه في مشكلة بتاعت لاكوفيت، يعني في نقطة بعيدة شوية. نفس الشيء هنا، يعني في الريسبونس دي فيها لاك اوف فيت، عشان كده لما عايزين الار شويه كانت ضعيفه يعني. طيب في الريبورت هنا بتظهر الحاجات اللي فيها مشكله باللون الاحمر، الموديل جراف دي اخر حاجه بتعملها. شوف الكونتور، نشوف ال 3 دي سيرفيس، الظاهر انه فيه كيرفيتشر كويس. الكيوب كده انتهينا من ال الريسبونس التاني. شوف الريسبونس التاني اللي هي ال retention time، هي برضو اظن راح تطلع كوادراتيك ولا تطلع حاجة تاني، بس هو قال كده recommended تكون كوادراتيك، لكن نشوف الترانسفورميشن بتاع اول عشان بعدك نحدد. طيب كوادراتيك باكورد وايند او 5 ان اوفر، دي ال insignificant factors و دي significant factors و دي R 0.96، شوية أفضل من القبالة. لكن نشوف ال diagnostics بالذات المزرعة بتاعة التعديل transformation. أيوة برضو في أشكالية، دي blue line برا ال confidence interval. ال recommendation بتاعه شنو قال؟ transform inverse square، inverse squares دي معناها المفروض نرجع تاني نعمل لها تعديل بالانفيرس سكوير ده كويس. اشوف الفيت المره دي، ايوه الفيت اتغير المره دي لانه حولنا المعادله بدل الكوادراتيك قال لين ريكومندد او سجستد هي انها تكون لينير عاديه. يبقى اجي هنا اختار لينير، القاها جاهز اصلا كويس. باكورد وحدد الالفا بتاعتي اللي هي 0.05، اضغط على انوفا كده، ده الفاينل موديل بتاعي كده يعني يظبط زي ما بقول. دي الفاكتورز مهمة، هي المين افكت بس، الفاكتور اي وفاكتور بي وفاكتور سي. طبعا هنا ما لانه كوادراتيك ما عندنا اي سكوير ولا بي سكوير ولا سي سكوير. دي الار بتاعتنا ملاحظين شوية عالية 0.98 0.98، طبعا ما بيرفكت لانه في النهاية ودي المعادلة بتاعتنا ملاحظين فيها بس انترسبتوا فيها A و B و C وكلهم عندهم positive effect. لو جينا هنا للدياجنوستيك مرة تانية عشان نشوف الإفكت اللي عملناه في البوكس كوكس، خشينا البلو لاين في within ال confidence interval، ده الترانسفورم اللي عملناه. في الموديل جراف ده الكنتور بتاعنا، ونشوف ال 3D surface برضو لازم فيه كيرفتشر عشان كده ما كانت ارما ما مظبوطة 100 100. طيب كده احنا انتهينا من الاناليسيس، تلقى ان كل الريسبونس مكتوب على انالايز انالايز انالايز. نمشي للاوبتمايزيشن. الاوبتمايزيشن هنحقق الحاجة اللي قلناها قبل اللي هي انه دارين كي داش او كاباسيتي فاكتور يكون 2، ريزوليوشن ما بين 2 و 3 يكون 2، وتمينيمايز الريتنشن تايم بتاع بيك 4 اللي هو يطلع ما بين 3 و بوينت 1 لحد 14، لانه في منطقه ميدل يكون يعني ماكسمايز. في نفس الوقت هنشوف الايفكت بتاع اي يعني فاكتور على الريسبونس الى 3 عشان نقدر نعمل لها شنو اوبتمايزيشن. طيب نبدا اول حاجه بالموبايل فيس اللي هو فاكتور ايه. فاكتور ايه انا ما بذكر كان تاثيره شنو، لكن غالبا هو كان يعني ممكن نرجع له يعني نشوف تأثيره الإكويجن بتاعته في أي. هنا بنلقاه في الأنوفا اللي في الإكويجن يعني. طيب في بالنسبة لريسبونس A، A عنده inhibitory effect أو يعني عنده negative effect، ده الموبايل فيس كونسنتريشن. بالنسبة للريسبونس الثانية سوري في الأنوفا A برضه عنده negative effect. بالنسبة للريسبونس التالتة نشوف الإفكت بتاعه شنو.
عنده هنا بوزيتيف افكت، يبقى عموما هو عنده نيجاتيف افكت. فانا شايف انه من باب اولى هنا في الاوبتمايزيشن نخليه في المينيمم ليفل بتاعه، في المينيمم ليفل بتاعه اللي هو 30%. كويس. نمشي لل البفر مولاريتي، نشوف تأثير شنو في الريزلت الباقية كلها اللي هو فاكتور بي. هنا عنده بوزيتيف افكت، في الريزلت التاني عنده نيجاتيف افكت، في الريزلت التالتة عنده نيجاتيف افكت. يبقى مرتين نيجاتيف ومرة بوزيتيف، فخلينا نقول نخليه في اللور ليميت. طبعا الحاجة كلها بتجربة، يعني ممكن تشوف كل الخيارات وانت تشوف في النهاية الديزايربيتي في كل مرة، لكن انا سيدي الخيارات بتاعتي هنا ده في بالنسبة لي ده في المينيمم، وده هنا البفر برضه في المينيمم. شوف الفلوريد تأثيره شنو. طيب الفلوريد في الريزلت الأولى اللي هو فاكتور سي عنده نيجاتيف افكت، في الريزلت التانية أصلا هو insignificant ما ظاهر، يعني موجود فوق مع ال insignificant factors، ده factors factor C insignificant. كويس. في الريزلت التالتة هو significant وعنده positive effect. ف my suggestion انه نخليه في الرينج بتاعه، ما نزيد ولا ننقص، عندك نشوف ال بيحصل شو. ليه نعمل optimization بعد ده؟ ليه؟ الريزلت حسب الكلام المكتوب في الشيت هنا. يعني بالنسبة لل K1 لازم يكون التارجت كم؟ 2 و بامبورتانس 5. يبقى هنا اقول له بتارجت معين وخليه كم؟ 2، و ب امبورتانس 5. كده انتهيت من K1. نشوف الريسبونس التاني، الريكومنديشن بتاعه شنو؟ انها برضه تكون 2 بامبورتانس 3. يبقى هنا خليها تارجت، خليها 2 بامبورتانس 3. اخر ريسبونس عندنا قال لي to minimize اللي هي retention time ب importance 4. يبقى minimize ب importance 4، ونشوف بعد ده الموديل حصل فيه شنو. الناس حاليا ده عندي desirability 0.81 اللي هي 81% بال conditions دي، يعني flow rate 0.86 K، يعني almost 2 ما وصلت 2، ودي 10 point something. هل ممكن نزيد الحاجة دي؟ كده نرجع احنا في حاجة ما غيرناها، مثلا نجيب الكانت اللي هي الفلوريد ده، كده ننقص ونخليه في المينيمم مينيمايز. هل الديزيربيلي بيزيد ولا ما بيزيد؟ ياها نفسها تقريبا، لكن بس خلت لي K1 في نفس القيم اللي هي 2 2. طيب في حاجة تانية ممكن نزيدها؟ يعني مثلا طيب لو قمنا مثلا اعمل شنو تاني، مثلا الموبايل فيس غيرنا البرايورتي بتاعته خليناها 1 مثلا، نقصت رجعها زي ما طيب 3. البفر طيب لو خليناه برضو ناقصت. طيب يبقى على العموم دي الكونديشن انا وصلت لها اللي هي 0.81، ودي دي ما بطالة، لكن ممكن كان بي اوبتمايز. انا بس عشان اكسب الزمن ما هحاول اجرب تاني، نجيب على كده. فده السوليوشن بتاعنا. اجي بعد ده للجراف اخر حاجة، ده الكونتور بتاع الديزيربيلتي بتاعتنا، نشوف 3 دي سيرفيس افضل. ده الفاينل موديل بتاعنا، الديزيربيلتي بتاعتنا قاعدة في المنطقة دي اللي هي في اعلى حتة، ما اظن في حتة تانية اعلى منها ممكن تكون موجودة فيها. لو شفنا بعد ذاك الريسبونسز واحد ورا التاني، يعني مثلا دي K1 دي الحتة اللي احنا دايرين اللي هي 2، و RS هي ظاهر انها كيرفيتشر طبعا قاعدة في المنطقة دي 2، و عندنا retention time
الأفضل يكون مينيمايزد عشان يكون يعني قاعد في المنطقة دي. طيب لو قمنا خليناه 10 ريتنشن تايم ده، نجرب حاجة يعني ريتنشن تايم بدل هو 10 بوينت سمثينج نخليه تارجت في 10 تحديدا 10، هل ده بزيد لها ديزايربيليتي ولا بزيده؟ نيجي راجعين تاني للسوليوشن. اوكي سي حاليا دي كويسة جدا 0.97 يعني almost 97% أفضل بكثير من الحالة الأولى، فبتصل لنا في الجراف هنا بصورة أفضل. التسابيل بتاعتنا زادت جت almost يعني كام 90%. في أعلى منطقة في أعلى قمة يعني. طيب ده شكله ال K1 يعني في مكان 2، الريزوليوشن افترض برضو يكون تقريبا 2، والريتنشن تايم نخليه 10 minutes. فيبقى ده الفاينل يعني ريزلت بتاعتنا. هنا في نيوميريكال في سوليوشن ده الريبورت بتاعنا، دي الرامب كونديشنز كلها بالنسبة للخمسة للتلاتة فاكتور والتلاتة ريزلت، ودي الديزايربيليتي، وده البار جراف بتاعنا. مشكلة بس في الفلوريت هو ما ايديل عشان كده مؤثر على باقي الريزلت، لكن هو 1.97 حاجة كويس. فدي باختصار، هي مش باختصار اكشولي، احنا قضينا زمن طويل فيها في ما يخص ال response surface design وطريقة الادخال بتاعة الداتا والتعامل معها. انا اتمنى اكون ما طولت على الناس صراحة، انا ذاتي يعني ما في حاجة تانية ممكن أقولها. لو في أي سؤال استفسار بعدها ممكن أناقشه في الجروب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.